بسم الله الرحمن الرحيم. وينظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أولئك الكفار، والنجم إذا هوى، ثم نظر إلى الصحابة، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وبدأ يقرأ صلى الله عليه وسلم، وخشعت القلوب واقتربت الأفئدة، الكل منصت، الكل خاشع، عشرات الرجال، مئات الرجال مجتمعين حول النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرأ ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبر. وبدأ يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا، الكل منصت، لا حراك، لا شيء إلا القرآن، القلوب كلها اجتمعت، أبدا لا صوت يعلو على القرآن، ما في شيء اسمه والغوا فيه، الكل منصت. أخذهم القرآن بعيدا إلى عالم آخر، حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، ينظر إلى الكفار، أفمن هذا الحديث تعجبون، أفمن هذا الحديث تعجبون، وتضحكون ولا تبكون، وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة هناك المستضعفين سجدوا، الكفار وهم لا يشعرون بأنفسهم سجدوا كلهم. ما الذي فعله القرآن؟ كفار ما هم دارين على أنفسهم سجدوا. يعجز اللسان عن وصف هذه الحالة. أعطني كتابا في العالم يفعل مثل هذه الأفاعيل، تقرأه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة ويفعل بك شعورا مثل ما فعل به سابقا بك سابقا، بل ويزيد عنه. أعطني كتابا تقرأه مثل هذا القرآن. ليش؟ لأنه نزل من السماء السابعة روحا، الله سماه روحا، لا يشعر الإنسان بروحه عندما يقرأ القرآن، يجد آلاء الله، صفات الله. يا الله، الواحد يعجز احيانا، والله هو يكتب عن القرآن يوقف كذا، يقول ويش ما اقدر اتكلم. الحمد لله على كل حال.